الورود الذي يرجى الورود على الحوض. اللهم إنا نسألك أن نرد على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم ونسقى منه. والورود الذي يخشى الورود على صراط جهنم، وهذا خلده القرآن في آية عظيمة. قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء يحسن بالمؤمن أن يدعو به كثيرا، أن يدعو به كثيرا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تقوله اليوم في حوائجك، في الأشياء التي تريد أن تتم، في الأشياء التي بدأتها وترغب من الله أن يكملها، قل هذا الدعاء: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حاول أن تقوم أحيانا بعض الليل بهذه الآية، تستبصر بها ما أنت قادم عليه. فإذا أتم الله عليك نورك أنار الله لك طريقك في الدنيا، وأنار الله لك قبرك. وطوبى لعبد صلى قبل أن يصلى عليه، وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخله، وطوبى لعبد أتم الله له النور في عرصات الموقف، وطوبى لعبد أتم الله له النور وهو يمضي على الصراط. يتحرر المؤمن من ظلم العباد، ويسلم قلبه إلى الله، ويكثر من الاستغفار لله الواحد القهار، ويرجو من الله الخير، ويحسن الظن بربه، ويقول كما علمنا الله: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.